هذه الضغوطات هي موجوده في كره القدم وهي مسلطه بزاف على الحكام، ولكن كحكام خصنا نستغلوها بما هو ايجابي. اي حكم تكون عنده مقابله تكون عنده واحد الضغط كمدرب كلاعب خصو يحولها تكون ايجابيه، واحد الطاقه ايجابيه. والضغوط حنا حاليا باش نقولوا صراحه الضغط اللي كاين للحكم حاليا، انا بالتجربه ديالتي ذات 25 سنه، لان احسن فتره توفر فيها جميع الظروف للحكام من الصعيد الوطني هي الفتره الحاليه. الضغوط اللي كاين عندنا حاليا هي انه خص المردود ديال الحكام والاداء ديالهم يواكب هاد التطلعات وهاد الامكانيات اللي كاينين. ما الحمد لله الحكام مغاربه حنا تعيشنا مع هاد الضغوط ولات الامور عاديه. اغلبيه غادي نقول لك السر ديالنا هو حنا اغلبيه الحكام ما تنتابعوش هذاك الشيء، لان الحكم اذا عندك واحد المقابله ما يمكنش تتابع. تقدر تسمع حاجه تعجبك، تقدر تسمع شي حاجه ما تعجبك. نقدروا نشوفوا هذاك الشيء بعد المقابله عاد تشوف الاراء ديال الناس، ولكن هذاك الشيء راه داخل صافي بارتي دي جو. حنا تنقولوا من تنتكلموا خصنا نتكلموا على الهفوات، ما نقولوش الاخطاء، انما الخطا فيه واحد النسبه قليله من العلم. هو حنا كحكم بحال اللاعب يقدر يرتكب واحد الخطا، يقدر يضيع ضربه الجزاء، يقدر كذا. سوء النيه ما كايناش، هذا هو الحاجه اللي الحمد لله ان جميع الحكام المغاربه نزهاء، ما كايناش سوء النيه. الهفوات تكون العمل ديالنا، العمل والتكوين ديالنا والاستراتيجي تنديرو باش هاد الهفوات ما تاثرش على نتائج المقابله. ما انا شخصيا ما كاينش الحكم اللي يقول لك مين ارتكب الخطا، راه في المقابله تتكون هفوه، تيكونوا جوج ثلاثه، ولكن راه سوء النيه راه ما عمرها تتكون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.